وبسم الله على بركة الله، كنتمنى بعد هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. وبسم الله على بركة الله غادي نبداو الدرس الثالث ديالنا ان شاء الله. وإلا تعلمتوا صدقوني إلا تعلمتوا هاد الغراز غير الامام والخلف غيمكن لكم ديروا بزاف د الحوايج. وحنا غادي نمشيو بشويه بشويه ان شاء الله حتى تتعلموا. اللي بغى يتبع مرحبا. غادي نوريكم حاجه اخرى. شي اللي ملي كنجي نشريو التريكويات، انا هذا عندي فيه صغير، هذو اللي كيكونوا القدام هنايا في هاد التريكويات راه كتكون عين مسرحه وعين مقلوبه، هي اللي كتكون كتجي وكتجي كتجمع باش الحاشيه ديال التريكو كتكون هنا. باش كيخدموها كيخدموها بوحده القدام وحده اللور، اون ماي الون دووا اون ماي الون فيغ، وحده مسرحه ولا وحده مسرحه وحده مقلوبه. يلا انا قلت لكم ثلاثه تسميات دابا، يلا هانتوما هانتوما راه نوريها لكم، حيت دابا نتوما راه ما ديروش. دابا نتوما يا منين نجيو لهذا الفيديو غادي تعلمي بعدا المقلوب، غتعلمي ليه مزيان حتى تطلقي يدك فيه. عاد جي ديري هذا، ديري هذا داك الساعات، ديري ثاني هذا وعاد. انا مبغيتش ندير ثلاثه الدروس، ولكن راه هنا كاينين بحال كاين ثلاثه الدروس، نتوما دربوا. دابا مثلا حنا بحال الدرس الثالث هذا، ها هو غادي تجي، ها هي المسرحه دابا تعلمتي ليها. عاد ديري وحده مسرحه وحده مقلوبه، هكا وحده مسرحه وحده مسرحه. وكيفاش غادي تبقاي؟ خصك تبقاي تعرفيهم منين تقلبي القطبان ديالك. انا غنوريك كيفاش تعرفي كل وحده كيفاش غتخدميها. مسرحه نشوف ما تغلطوش، لان الا غلطتي كيمشي لك الحساب. هاهويا خاصك تبقاي عاقله. بحال دابا انا درت هذه مقلوبه، درت هذه شتي ملي كدير وحده مسرحه شتي كي كتجي، راه كتجي بحال السلسله. وملي كندير وحده مقلوبه كتجي بحال معقوده، شتي هذه مقلوبه وهذه مسرحه. دابا غندير وحده مقلوبه، شفتوا ها انتي المقلوبه كيفاش كتجي، كتجي بحال العقده فيها الفوق، والمسرحه كتكمل السلسله. شفتوا على ربي يكون كيبان بصرا نقاط الفوق شي شويه، ها هي المقلوبه كتجي بحال العقده والمسرحه كتجي السنسله، باش بقاو تعرفوها. يعني ملي تجي تخدمي خصك تعرفي كيفاش دايره. هادي دابا مسرحه، ما غتبقايش غاده هادي مقلوبه هادي مسرحه، غيقول هادي مسطيه كتهضر بوحدها. انت غتشوفي غير بعينك وتبقاي تعرفي اللي الا الا درتي هادي اللي فيها العقده عرفي راك درتي المقلوبه. دونك اللي حداها غتجي المسرحه، ها المقلوبه ها هي المسرحه. دابا بغي نخدم معكم شي سطوره منها، نتوما تكملوا هاد السطر وغنخدم انايا شي سطوره وغادي نوريكم كيفاش كتجي. انا بعدا غادي انت نقلب منين ندور غنوريكم، خصني ندور نوريكم. دابا هاد القطيب هذا اللي عمر صافي تقادوا العيون غيجي ليدين داك. ها يلا دابا غادي نكملوا. ها هي دابا ملي كدوروا يدكم، ها دابا ها انا دورت شفتو، باش غادي نعرف راسي شنو غندير. انا قلت لكم المسرحه كتجي فيها بحال هكا سلسله، والمقلوبه كتجي فيها عقده. انا الاولى شوفوا شنو عندي فيها، ها شفتوها سلسله، اذا شنو غندير لها؟ غندير لها مسرحه، واللي فيها العقده غنديرها مقلوبه. المسرحه غنخدمها مسرحه والمقلوبه غنخدمها مقلوبه. اذا انا هذه غنبدا، ها انا غادي نبداها الاولى مسرحه ياك، والثانيه غنقلب الخيط ونديرها مقلوبه. ها هي شفتوا، وها انا دابا غنقلب الخيط وهذه ها هي شوفوا كي دايره حتى هي. ها هي عندي فيها سلسله، اذا غنديرها مسرحه غنديرها للامام، وهذه ها هي غنديرها مقلوبه هكا وغتمشي. شوف دابا وغادي منين غادي تبداو تخدموا غادي انا غادي نخدم شويه معكم وغادي وغيبان لكم. هذيك هي الحاشيه اللي كنديروا في الكمام. دابا ها هي ديجا غادي تعلموا، ولكن خصكم تعلموا الشيء الاساس، الاساس اللي تعلموا ليه مزيان هي كيفاش ديروا الغرز ديال الامام وغرز ديال اللور. لان قلت لكم هما بهم كنديروا الزواقه. ها انتما دابا شفتوا احنا درنا به هاد الزواقه وحنا كنديروا به هاد الزواقه، غير هما الاساسيين هما هادوك الجوج، تعرف الامام وتعرف الوراء كيفاش دير العيون كيفاش تصاوبهم. وهذا الشيء الاخر راه كيبقى غير كتخدم هذاك الشيء اللي تعلمتي وصافي. ها هي دابا هذه مقلوبه، هذه اللي فيها السنسله غنديرها مسرحه، هذه اللي فيها العقده بحال معقوده غندير لها هكا، وهذه معقوده انا بيضا بيا ها معقوده داكوغ. يلا هانتو شتو، اذا دابا عاوتاني هانتوما ملي كتجيو للسطر كيفاش كدير. شفتو شنو هاد الاولى فيها سلسله اذا مسرحه،
هذه فيها عقده، اذا مقلوبه هذه مسرحه، هذه مقلوبه هذه مس... صافي فهمتوا شتي؟ كيبان لك باش كتعرف كيفاش شنو غتخدم. هذه اللي فيها السلسله غندير لها المسرح، غندير لها الامام، وهذه اللي وكنلوي الخيط، كنلوي الخيط ها وكباش غندير المقلوبه، لان المقلوبه كيكون الخيط القدام. وهذه شتي هذه دابا الخيط فين كاين؟ هذه المسرحه الخيط اللور، الخيط اللور، وغادي ندير هكا نديرها انا درتها هي. والمقلوبه الخيط القدام، الخيط كنجيبو هكا، كنجيب الخيط وكندير انا وكنرجع الخيط غندير المسرحه، وكنجيب الخيط القدام باش ندير المقلوبه، كنرجع الخيط اللور باش كندير المسرحه. شفتوا هاي؟ ان شاء الله يكون الشرح ديالي قدرت نوصل لكم المعلومه وفهمتوا. شتي كي كيجي ها هي كتجي كتبان ديك الحاشيه ديال التريكويات. دابا يلا نخدموا شويه ونعاودوا نخدم شويه ونجي نوريكم نكملوا انت. ها يلا ها شتي دابا كتخدم شويه، شتي دابا الخدمه بانت. ها هي دابا بحال حاشيه التريكو. هاني قلنا اش قلنا؟ هذه دابا اللي فيها السنسله مسرحه، هذه مقلوبه، هذه مسرحه، هذه مقلوبه. اذا غادي تكملوا بحال هكا وغادي تكونوا تي هذه راه هذه دابا خدمه، هذه خدمه كلها مقلوبه، كل سطور مقلوبين، هذه سطر مقلوب وسطر مسرح. قلت لكم المسرح هذا اللي كتكون فيه هاد السنيسلات هو اللي كنديروا فيه غرز الامام، وهذا اللي كيكون بحال هكا داير، ماشي بحال هذا. شتي هذا راه كاين اتساع، هذا راه كيجي سطر على سطر. هنايا كيكون كله هنايا هاد الجهه كيكون فيها تنديروا نخدموا سطر مقلوب، منين نكون نشوف انا فيها وكنخدم غنشوف المقلوب، ومنين نكون نشوف هاد الجهه هكا قدامي وانا كنخدم اذا هنا كنخدم سطر مسرح. هنايا وحده وحده، هنا مسرحه مقلوبه مسرحه مقلوبه. اذا هذه اللي فيها السنسله منين نشوف انايا قدامي كنشوف فيها راها سنسله غنديرها هكا القدام، ومنين نشوف هذه اللي فيها هكا مقلوبه غندير هكا. والخيط باش كنجي نخدم المسرح الخيط ها هو شوفين كاين هكا فهمت؟ ها هو هي هنايا الخيط، ومني كنجي نخدم هاد المقلوبه كنلوي الخيط نجيبو القدام. شتي فين كاين الخيط؟ شفتو؟ وكنخشي هكايا ونلوي الخيط ونخرج العين، فهمت؟ شتي كنلوي الخيط ونخرج العين، فهمت؟ دونك ملي كنجي ندير هاد المسرحه كنرجع الخيط اللور، كنرجع الخيط اللور ونخدمها، وعاوتاني نرجعو القدام ونخدم المقلوبه، نعاود نرجعو اللور ونخدم المسرحه. شفتو كيولي باين؟ هاهي المسرحه كتولي سنسله، والمقلوبه باينه هي اللي فيها هذيك العقده. وخا نقلب من هنا وخا نقلب من هنايا نفس الشيء كيبان ليا. ها شفتوا مني كنجي نخدم المسرحه الخيط اللور، ومني كنجي نخدم المقلوبه كنجيب الخيط القدام ونخدم هكا، حيت مني كنا كنديرو هنايا راه حنا كنا كنديرو الخيط ديما القدام. وردوا البال يلا الى على ربي تكونوا استفدتوا تعلمتوا لهاد الغرز ان شاء الله، والى تعلمتوا لهذا ان شاء الله من هنا القدام غيكون كلشي خير وغيجي كلشي ساهل. الى لكم القناه ديالي اشتركوا معايا في هذه القناه وديروا لي لايك لا فيديو. شكرا، ونتلقى بكم فيديو اخر ان شاء الله ودرس اخر. نتمنى نلقاكم على خير، الله يعاون. سلامه.